قل خطة سلام ولا تقل صفقة القرض. حدثوهم عن دور مصر التاريخي دعما لفلسطين، وذكروهم بتضحيات المصريين من أجل فلسطين، وكرروا لهم كم حربا دخلتها مصر من أجل الشعب الفلسطيني. هكذا حاول النظام العسكري المصري التعاطي إعلاميا مع صفقة التنازل عن القدس وفلسطين. رسائل على جروب واتساب خاص بتوجيهات الأذرع الإعلامية المصرية للتعاطي مع القضايا المختلفة تملي فيها الأجهزة الأمنية على الإعلاميين ما يقال على الهواء مباشرة. قنوات فضائية لا تخجل من تنفيذ تعليمات حرفيا من ضباط المخابرات العامة وضباط المخابرات الحربية، ثم يتهمون قنوات أخرى بتلقي تمويل من الخارج. صحفيون تحولوا لأبواق دعائية للنظام، يأمرهم فيطيعوا، ولا يجرؤ أحدهم أن يعارض ما يؤمر به. كانت البوصلة فلسطين، وكانت القضية فلسطين، وكان الهم الأكبر هو القدس، فتحولت على أيدي النظام العسكري المصري إلى فلسطين الجديدة وفق خارطة ترامب، وأن المسلمون مرحب بهم للصلاة داخل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فأي عار هذا؟ شعب مصري كان يهتف دائما داخل حرم الجامع الأزهر وداخل الجامعات المصرية وفي الميادين: يا فلسطيني يا فلسطيني، دمك دمي ودينك ديني. شعب مصري عبر الحدود بعد ثورة يناير في عهد أول رئيس مصري منتخب رحمه الله ليتظاهر أمام مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة رفضا للعدوان الإسرائيلي. هذا الشعب المصري غيبوه ودمروه وحاربوه وشغلوه بهمومه، وسجنوا رموزه التي كانت قضيتها الأولى هي فلسطين. لتبقى الحقيقة أن العسكر إذا ما حكموا قرية أفسدوها ودمروها، ذهبوا وراء دولة الاحتلال لتحمي مصالحهم وبقاءهم على الكراسي ولو على حساب فلسطين. تابعونا. السلام عليكم وأهلا بكم. نافذة على مصر وحلقة جديدة. الحدث الأبرز في الأسبوع الماضي كان صفقة القرن والتعاطي مع صفقة القرن، بيان أول من الخارجية المصرية، ثم تصريحات لسامح شكري عن هذه الصفقة. لكن قبل أن نبدأ بأول مقطع وأول من ذكر صفقة القرن أمام العالم أجمع، أذكر حضراتكم بسؤال هذه الحلقة: لماذا لم تخرج تظاهرات من الشعب المصري في المدن والميادين المصرية رفضا لصفقة القرن؟ مرة أخرى هذا هو السؤال، ويمكنكم المشاركة عبر الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة وعبر رسائل الواتساب على نفس الأرقام. لماذا لم تخرج تظاهرات مصرية رافضة لصفقة القرن؟ من أول من تحدث عن صفقة القرن أمام وسائل الإعلام؟ كان عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لدونالد ترامب في البيت الأبيض في عام 2017. نتابع. النقطة الثانية والموضوع الثاني فخامة الرئيس، هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن، لأنه متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع أن ينجزها. The second point, Your Excellency, is that you will find me supporting you very strongly and very earnestly in finding a solution to the problem of the century. And I'm quite confident that you will be able to bring a solution to this issue. We will, Arajali, we will, yes. إيه اللطيف في الموضوع ده؟ اللطيف إن عبد الفتاح السيسي بعد ما ظهر مع ترامب على مدار سنة ونص بعدها من إشاعات وحديث عن صفقة القرن، خرج السيسي في سؤال في إجابة على سؤال من الصحفيين السنة اللي فاتت، هم بيقولوا له إيه صفقة القرن؟ فقال لهم إيه صفقة القرن؟ دي كلها أكاذيب وإشاعات إعلامية، مفيش حاجة اسمها كده، مع إن هو أول واحد اتكلم عن صفقة القرن. الفيديو الثاني في الأسبوع ده اللي طبعا أثار لغط كبير جدا هو قناة إم بي سي السعودية، واللي بيعمل فيها الإعلامي المصري عمرو أديب من داخل القاهرة. عمرو أديب مذيع مصري بيشتغل في قناة سعودية تمويلها سعودي اللي هي إم بي سي مصر جوه مدينة الإنتاج الإعلامي، كل ده فيش فيه مشكلة. قرر إنه يستضيف جاريد كوشنر، برضو ده ما فيش فيه مشكلة. أي حد أي صحفي أكيد
يعني يكون شاطر ان هو يستضيف ضيف عليه لغط او ضيف ليه حيثية او ضيف كان مهندس صفقة زي دي عشان يتكلم معاه. خلينا نشوف المقطع ده عمرو عمل ايه مع جاريت كوشنر ونرجع نعلق فين المشكلة وتعليقات الناس على استضافة عمرو لجاريت كوشنر في قناة ام بي سي السعودية كان ايه مشكلتها. نشوف المقطع ونرجع Soleimani, who was just killed, he was one of the biggest, you know, pushes of terrorism and terror regime and destabilization throughout the entire Middle East. طيب في نوع من المقابلات الصحفية ان انت بتجيب ضيف عشان تعمل معاه ديبيت على الهواء، يعني تتحدى على الهواء، مش لان انت متضايق منه او في موقف شخصي، لا، لان انت المفروض كصحفي او كمذيع شاطر تعرف تطلع من الضيف ده كل الحاجة اللي عنده، وبالتالي بتشتغل بطريقة اسمها محامي الشيطان، ان انت بتتبنى وجهة النظر اللي ضد الضيف ده عشان تستفز الضيف يطلع معلومات اكتر، تحاول ان انت تحرجه طبعا بشكل مهني عشان يبدأ يرد عليك بالحجة اللي موجودة، تحاول تنقله معظم التساؤلات المضادة ليه. انت مش جايب بالضيف في الاستوديو عشان تلمعه، مش وظيفتي كإعلامي أو كصحفي إن أنا استضيف ضيف عندي في الاستوديو عشان ألمعه للناس، وإن كان ده بيحصل طبعا في بعض القنوات إن مذيع بيستضيف ضيف عشان يا إما يلمعه يا إما يلمع الرسالة اللي هو جاي يقولها. إيه اللي حصل في مقابلة جاريت كوشنر مع عمرو أديب؟ يا عمرو أنت مذيع مخضرم، يعني أنت بتشتغل تلفزيون من زمان جدا، فلما تجيب جاريت كوشنر الناس عندها تساؤلات، ما يصحش إن أنت تعرض الخريطة وتقول له ده في خرائط كتير طلعت تقول لنا أنت بقى الحقيقة، وبعدين تقول له ده في جزء بيقول ان المسلمين مرحب بيهم يصلوا في المسجد الاقصى وقت ما يحبوا، وكأن انت يعني بتقول لجارد والله كتر الف خيركم، ده انتوا عاملين لنا جميلة يا جماعة، هتخلوا المسلمين يدخلوا المسجد الاقصى ويصلوا. اللي عمله عمرو في اللقاء ده للأسف كان فضيحة، ان هو بيتعامل مع جارد كوشنر وكأنه راجل استاذ وعمرو قاعد قدامه تلميذ بيسأله ويسمع منه الإجابة، لا يناقشه في أي شيء، وإنما هو يا إما بيأكد على المعلومة اللي بيقولها يا إما بيحاول يخبطه يعني حاجة كده من تحت الترابيزة عشان يقول أكتر عن الخطة، وكأنه بيروج لصفقة القرن. طيب الإعلام المصري الأسبوع ده كان ليه فضيحة كبيرة جدا نشرها موقع المنصة، وهو في جروب للواتساب، طبعا احنا خلاص كلنا عرفنا الإعلام المصري بيدار ازاي، كان في عباس كامل بيديره، اتكلمنا قبل كده في تسريبات عن الكلام ده، وكان في بعد كده تسريبات أخرى أذاعتها قناة مكملين أيضا اتكلمت عن تعامل ضابط اسمه أشرف الخولي مع الإعلاميين. الأسبوع ده موقع المنصة بيتكلم عن جروب للواتساب في تنبيهات وتعليمات بتنزل للمذيعين، كان أبرزها قل خطة سلام ولا تقل صفقة القرن، أوامر جديدة من جروب واتساب للإعلام المصري. كان الكلام عن أن أنت تتكلم عن دور مصر، تنفخ في دور مصر جدا، تفكر الناس مصر قد إيه ضحت عشان فلسطين، مصر إزاي حربت عشان فلسطين. الموقع الحقيقة نشر تفاصيل كتير جدا من رسائل الواتساب على الجروب ده في فضيحة جديدة ليه الإعلام المصري. لكن إحنا في نافذة على مصر الحقيقة فريق الإعداد مشكورا حاول يجيب لكم بعض الإعلاميين يوم الإعلان عن صفقة القرن وتاني يوم طلعوا قالوا إيه. ركزوا معايا كده في كلمة قل خطة سلام ولا تقل صفقة القرن، شوفوا كده الإعلاميين اللي جبناهم دول هيقولوا إيه عن صفقة القرن، هيستخدموا أي مصطلح من المصطلحات، ونرجع نكمل القناة نبدأ بأحمد موسى، طبعا هو الكريزة بتاعت الإعلاميين، نشوف أحمد موسى قال إيه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي والتفاصيل. الإعلان رسميا في واشنطن في مؤتمر صحفي انتهى من دقيقة، الرئيس ترامب مع نتنياهو عن خطة السلام الجديدة. ولذلك احنا موجودين النهاردة في واشنطن عشان نتعرف على الإدارة الأمريكية كيف تفكر في اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ايه هي تفاصيلها؟ تفاصيلها من أصحابها، من الناس اللي عملوها. امبارح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن مشروعه أو مقترحه أو خطته للسلام في الشرق الأوسط ما بين أنا يعني عجبني قوي محاولة إن هو مش عايز يقول خطة أحمد موسى، طبعا بصمجي يعني هو تقول له خطة السلام، رسالة الواتساب جت خطة السلام، فهو هيبصم هيقول خطة السلام بعدها بثواني، يعني الكلام ده جه والمؤتمر شغال أحمد موسى طلع بعدها بثواني قال خطة السلام، سعادة الضابط بعته على جروب الواتساب أحمد موسى التزم بيه. عمرو أديب ناصح شوية فحاول يقولك اتفاقية السلام بين كذا وكذا، أخونا اللي في السي بي سي حاول برضو يجملها لكن في الآخر ما لقاش حاجة غير أنه يقول خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي بعيدة جدا عن الموضوع ده. في ضيحة جديدة قالها موقع المنصة وبنأكدها معاكم
في نافذة على مصر. إعلام مصري بيدار برسائل الواتساب وبمكالمة من عباس كامل. طيب نروح لتويتر. الأسبوع ده طبعا كان فيه تغريدات كتير جدا على تويتر بتتكلم عن صفقة القرن، ونبدأ بمي عزام. مي عزام كانت بتتكلم عن أحمد أبو الغيط، وبتقول أبو الغيط بيشتغل لصالح مين بالضبط. كان الكلام طبعا عن أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. الحقيقة مواقفه مخزية للغاية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فاكرين أحمد أبو الغيط ده كان مين؟ كان وزير الخارجية المصري في 2008 أيام حرب الفرقان بين غزة والعدوان الإسرائيلي عليها، وأعلن الحرب مع تسيب ليفني وزيرة الخارجية في هذا التوقيت لما قالت enough is enough، وأعلنت العدوان من القاهرة. بعدها بأيام أحمد أبو الغيط قال اللي هيعدي من فلسطين لمصر هيتجاوز الجدار اللي احنا عاملينه، أنا هكسر رجله. في الوقت ده كانوا الأطفال بيموتوا داخل قطاع غزة في 2008. تغريدة أخرى أيضا الأسبوع ده ليارا هيكل كانت بتقول بنود صفقة القرن التي تخص مصر حسب البيت الأبيض، تصدير الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة على مرحلتين، منحة وقرض ب 500 مليون دولار للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرض ب 450 مليون دولار واستثمارات بمليار ونصف المليار دولار لإنشاء محور شرق المتوسط للطاقة. كان في بنود نشرت بعد ورشة المنامة في نوفمبر من العام الماضي كانت بتتحدث عن بعض الاستفادات الاقتصادية لمصر وبعض الاستفادات الاقتصادية للأردن أيضا، وتحدثوا عن هذه المشروعات بهذه الأرقام. ما أعلن عنه كان في تفاصيل أكتر عن الاستفادة الاقتصادية اللي مصر هتاخدها من موافقتها على صفقة القرن. حتى الآن مصر ما تقدرش تقول إنها وافقت رسميا أو رفضت رسميا. مصر موقفها غريب شوية. هي دعت في البيان الأول لدراسة متأنية، دعت الجانب الفلسطيني لدراسة متأنية، وبعدين سامح شكري بعد كده رجع تاني لما محمود عباس الرئيس الفلسطيني كان زعلان في القاهرة، حاول إن هو يرضيه ببعض التصريحات إن إحنا عايزين حدود 67 ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. تغريدة أخرى وأهم التغريدات في هذا الأسبوع للنجم المصري محمد أبو تريكة، تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة. راجل محترم، راجل عارف ان هو المهنة بتاعته دي رسالة بيأديها، مش مجرد شهرة وبس، مش بياخد بيها فولورز ومتابعين ولايكات. محمد أبو تريكة هو نموذج ازاي تكون شخص مشهور وتوظف شهرتك دي في خدمة قضية، ومفيش بالتأكيد قضية عندنا اهم من القضية الفلسطينية. التغريدة بالتأكيد لاقت اعجاب الكثيرين واعادة تغريد، ومواقع كتير جدا كتبت عن محمد أبو تريكة. لكن الحقيقة انا مستغرب احمد موسى ازاي ما خدش التغريدة دي وطلع على اهو دليل على ان أبو تريكة ارهابي بيرفض صفقة القرن. طيب الشارع المصري مرة تانية بذكر حضراتكم بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة هو لماذا لم تخرج تظاهرات في الشارع المصري رافضة لصفقة القرن كما تعودنا على مدار سنوات عمرنا في مصر؟ جامع الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، جامعات كتير جدا، ميادين في بعض المحافظات، كان الناس بتخرج تتظاهر عشان فلسطين. طب ليه الناس ما خرجتش المرة دي؟ المرة دي الناس مش خارجة تقول يسقط حكم العسكر، مش خارجة تقول الشعب يريد إسقاط النظام، انت بتتكلم عن فلسطين بتضيع. فكان الطبيعي ان بعض الناس تخرج، او حتى النظام يسمح زي ما كان مبارك بيسمح قبل كده للتظاهرات انها تخرج، لكن الحقيقة ما فيش حد خرج. خلينا نروح كده الشارع المصري ونشوف رأي الناس كان ايه عما اعلنه ترامب في صفقة القرن. نتابع. واحد معتوه وكلهم معتيه بيقولوا كده عادي، يعني إسرائيل المحتلة من 48 لغاية الآن بتقول نفس الكلام، العرب وحشين وكذا، وعشان العرب برضو متهاونين في حقوق، متهاونين في حقوق. أنا كتبت برضو على النت بقول لك إن كل من أول وعد بلفور لسايكس بيكو لغاية دلوقتي بيرفضوا وبعد كده بيوافقوا للأسف. معروف إن غضب المصريين بيبقى لوقت معين وبعد كده ما فيش فايدة برضو. وأنا مش بقول كده إحباط، لا، لكن هو ده فعلا الواقع اللي احنا عايشينه. لو احنا كلنا الدول العربية وقفت ايد واحدة ما فيش حد يقدر يعمل لها اي حاجة، وهتبقى اعظم دول في العالم. انا كلامه غلط جدا، العرب عمرهم ما يكونوا اموات، وهنرجع واكيد الوحدة القومية راجعة، والعرب كلهم هيقفوا في الموقف ده، وهنفضل واقفين جنب بعض، والعرب كلهم هيفضلوا واقفين جنب بعض. اكيد هيحصل موقف العرب هيقفوا، واكيد صفقة القرن هتلغي. طبعا هو التعالي هو منتهز الفرصة اللي احنا شايفينها والخلافات اللي في كل الدولة، وعشان كده بيتكلم. لكن احنا لو فعلا مجتمعين كلنا حتى في بلدنا نفسنا، حتى لو في اختلافات كل واحد بيرمي تهم على التاني زي هنا بيرموا تهم على بعض. للأسف احنا لو كلنا متعاونين في كل بلد
ما يقدرش يتكلم وياخد بالجزمه كمان. عمرها ما هتنتهي، القدس هترجع يا جماعه، لان ده بقى موجود في الاسلام، في الدين الاسلامي قال ان المسلمين هينتصروا في النهايه. كل الكلام ده كلام شائع وكلام بشر، لكن اللي بيعرف الدين صح القدس هترجع، ما دام لو في اتحاد والايمان كده وفي اتحاد بين العرب والدول كلها الاسلاميه القدس هترجع. بس انا اصلا صفقه قرار مش هتم، مفيش حاجه هتم منها، يعني اتم اللي هيتم منها هو كلها تصريحات عشان استهلاك، عمليه استهلاك محلي بس مش اكتر، عشان الانتخابات بتاعت امريكا وكده، لكن غير كده مفيش. لا 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 ما انتهتش، مفيش حاجه انتهت. ده طبعا ليه حسيت كده؟ ربنا اللي قال مش انا اللي قلت. مش عارف ده بقى، مش عارف صفقة القرن، يعني ما عنديش معلومات عن صفقة القرن. حصل تدخل العرب مثلا في حاجة زي كده يعني، وهي ملهاش، ولكن لو تدخلوا هيقدروا يحلوا، يقدروا يرجعوا أي حاجة. عمر الحق ما يموت، عمر الحق ما يموت مهما طال، الحق هيفضل حق حتى لو وافقوا، حتى القيادات دي وافقت برضه الحق هيستمر. عمر الحق ما يموت حتى لو وافقوا. رأي الحقيقة آراء مختلفة متباينة من مواطنين مصريين في الشارع المصري، أنقلها إلى ضيف الذي انضم إليه في الاستوديو، الأستاذ عمر إسماعيل رئيس الجالية المصرية في بريطانيا. أستاذ عمر أهلا بك. رئيس اتحاد المصريين، ولا تحدث باسم الجالية ولا تحدث باسم الاتحاد المصريين في بريطانيا. في بريطانيا ولا تحدث باسم الاتحاد، أنا أتحدث باسم ما أتحدث عنه اليوم يهمني أنا شخصيا، لأن الاتحاد والجالية. حضرتك تحب أعرفك بإيه؟ رئيس الاتحاد المصري، مصري مقيم في بريطانيا، رئيس اتحاد البريطانيين الأستاذ عمر إسماعيل المواطن المصري المقيم في بريطانيا ورئيس اتحاد المصريين في بريطانيا. أهلا بك. طيب خلينا نبدأ من آراء الناس. آراء الناس متباينة، ناس شايفة أن هم شوية خونة اتكلموا عن العرب، ناس شايفة أن اللي ترامب بيقوله بينفذوه، ناس تانية بتقول أن الحق مش هيموت. رأيك في لسه عاطفة المصريين أو رؤية المصريين للقضية الفلسطينية زي من التقرير؟ يعني رؤيتي أنا شخصيا وانطباعاتي اللي أنا تتبعتها في الفترة الأخيرة بتعطيني الإحساس أن خطاب السيد الرئيس السادات رحمه الله هو في الكنيسة، هذا هو الخطاب الذي يجب أن نقف معه تماما، لأنه نادى بحقوق الشعب الفلسطيني، ونادى كذلك بأن إذا كان سيكون هناك سلام لابد أن يكون هناك سلام، يقوم سلام على عدالة. لا أرى في هذه الصفقة أي عدالة، عبارة عن شراء وبيع واتفاقيات لا نعلم مداها، مدى مدة تنفيذها المطروحة. هناك أيضا ولا بد من ذكر هذا، بعض من القوى المتواجدة في المنطقة التي لها اهتمامها الاستراتيجي، إيران كذلك، تركيا وقد أعلنها السيد أردوان في تركيا أنه لا يقبل الصفقة، ولكنه لم يسحب اعترافه بدولة إسرائيل، فكلها يعني مش على الأقل قال، يعني هو على الأقل قال، لم يقول أستاذ عمر ولم يتحدثوا بشيء، بل باركوا وأرسلوا سفراء للحضور لإعلان الصفقة. يعني هذا ما يعني المبكي المضحك إذا كان هذا التعبير صح. نحن نرى الآن حتى في لو نظرنا إلى موقف الأردن، الملك عبد الله الآن والمملكة الهاشمية في خطر وضعها في خطر، لأنه لا يريد أن نرى هذا الاتفاق بأي طريقة. طيب لأنه تؤثر على موقفه التاريخي. خلينا نتكلم عن الموقف المصري. الموقف المصري رأيك فيه إيه حتى الآن، يعني منذ إعلان الصفقة وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها؟ تحدث هنا عن الموقف الرسمي المصري. برضو يعني أنا عايز أقول ده رأيي أنا الشخصي، أن مصر قدمت ما استطاعت أن تقدمه منذ 48 إلى الآن. افتقرت مصر واغتنى الآخرون على حساب قضية الشعب الفلسطيني. الشعب المصري إزاي ده حصل؟ إزاي حصل؟ إزاي مصر افتقرت والآخرون يعني الحروب التي قامت بها مصر من 48 إلى 73 ألم تكن لها خسارة اقتصادية وخسارة اجتماعية؟ محاربنا احنا بعيدا عن 48، ايه علاقتها بفلسطين؟
مع علاقتها بفلسطين بعيدا عن 48 هي الأساس. 48 لا حضرتك بتقول الحروب اللي حاربتها مصر خلت مصر تفتقر والآخرين يغتنوا. 56 عدوان ثلاثي 73 بالذات ايه علاقته؟ لا ما حضرتك قلت حروب. ف 56 عدوان ثلاثي على مصر، مصر بتدافع عن ارضها مش بتدافع عن فلسطين. صح. 67 عدوان اسرائيل، ولكن العدوان جاء منين كده؟ 73 مصر بتحاول ترجع ارضها. ما ما يعني ما عشان احنا نكون برضو واضحين في الصوره اللي بنطرحها، وجود دوله اسرائيل وحرب 48 هي بدايه الحروب في هذه المنطقه بين مصر ودوله اسرائيل. يعني لو نظرنا إحنا للوضع الاقتصادي المصري في تلك الفترة ما بين 48 و56 وما بعدها في 67، كان الاقتصاد المصري قوي ويستطيع أن يقوم يعني مساندة أهله وناسه. لكن الآن لما يعني هوجم النظام الاقتصادي المصري في عصر عبد الناصر وافتعلت حرب دخلنا فيها في 67 وخسرناها. افتعلت من مين يا استاذ؟ افتعلت من افتعلت من الغرب. من لا ما انا يعني هرجع لك تاني في نقطه، لا لان البدايه اللي حضرتك بدات بيها الحقيقه هرجع لها تاني، لان هي كانت مسار حديث الاسبوع اللي فات كله في رساله ارسلت على الواتساب للاعلاميين اتكلموا عن دور مصر وتضحيات مصر كله. لا فانا يعني محتاج ارجع لان المبدا نفسه محتاج ان احنا نتناقش فيه. لكن خلينا نرحب بضيفي عبر الهاتف من الدوحة الكاتب والصحفي المصري عبد الحميد قطب. استاذ عبد الحميد اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. يعني تعليقك على الموقف الرسمي المصري حتى اللحظة، هل يمكن القول بأن مصر داعمة لصفقة القرن أم رافضة لصفقة القرن؟ بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام. طبعا مصر طالعة بشكل أساسي في صفقة القرن، يعني الآن تثبت الأحداث والتفاصيل أن انقلاب عبد الفتاح السيسي كان البداية الفعلية لتنفيذ صفقة القرن، وهذا واضح طبعا من خلال أفعال الانقلاب. بعد الانقلاب مباشرة قام بتهجير أهالي سيناء تمهيدا لتوطين الفلسطينيين اللي هيخرجوا من الضفة الغربية، توطينهم في سيناء، وأيضا محاصرة غزة الشاملة جوا وبحرا وبرا. لكن النظام نفى أكثر من مرة بشكل رسمي فكرة إن هو يسمح لفلسطينيين بالعيش أو بالحياة على أرض مصرية أو التفريط في حبة رمل من سيناء لصالح الفلسطينيين. نعم، يعني خلينا نتكلم رسميا، تحدث عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع ترامب وقال بكل صراحة أنه مستعد تماما لتنفيذ صفقة القرن، وهو تحدث بلسانه، يعني رغم أنه جاء بعد ذلك في مؤتمر من مؤتمرات الشباب ونفى ذلك وقال أن هي مصطلح إعلامي، لكن هو واضح بكل صراحة تحدث عن حتى مصطلح صفقة القرن لم يكن دارجا في هذا التوقيت، تحدث عنه عبد الفتاح السيسي في لقاء مع ترامب وقال أن احنا مستعدين لننفذ صفقة القرن. صفقة القرن كما أعلنت حاليا، تفاصيل صفقة القرن أعلن عبد الفتاح السيسي استعداده لتنفيذها. ما هي صفقة القرن؟ صفقة القرن عبارة عن إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية في القدس والضفة الغربية وربما في مرحلة لاحقة تكون غزة أيضا، وتوطينهم في دول أخرى وترك الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها لإسرائيل تقيم عليها دولة إسرائيل الكبرى، وده مشروع بنيامين نتنياهو الشخصي. لكن الخارطة اللي أعلنها جاريد كوشنر أستاذ عبد الحميد يعني لم يأتي على ذكر أن الفلسطينيين هيخرجوا من أرضهم. إحنا بنتكلم عن إعادة توزيع للمناطق في ظلم، بنتكلم عن جزر منعزلة، بنتكلم عن ما فيش عاصمة حقيقية للدولة الفلسطينية، لكن لم يأتي على ذكر أن هم هيخرجوا من فلسطين يستوطنوا في مصر. لكن أنا يعني عايز أعرف منك الموقف المصري الرسمي بعد إعلان ترامب، أنت شايفه إزاي لحد دلوقتي؟ يعني بيان ووزارة الخارجية صريح إن بيقول إن بغض النظر عن التفاصيل، يعني إحنا ممكن نتكلم في هل سيتم إخلاء الفلسطينيين أو لا أو تبقى لماذا عرضت بهذا الشكل، لكن حتى بيان وزارة الخارجية المصرية اللي هي ربما تتحدث بطريقة دبلوماسية وليست بطريقة عسكرية أيضا أيدت صفقة القرن التي أعلنها كوشنر.
طيب أنا سأعود إليك أستاذ عبد الحميد، أرجو أن تبقى معي. أستاذ عمر تقول لم تؤيد وزارة الخارجية، يعني ما هو الموقف الرسمي؟ يعني الموقف الرسمي لي من بيان وزارة الخارجية نفسه غير واضح المعالم، غير واضح المعالم. لم يتحدث عن أحقية الشعب الفلسطيني، لم يتحدث في نظري عن الصراع التاريخي ما بين الدولة الصهيونية. نحن لسنا ضد اليهود، احنا ضد الصهيونية العالمية الآن. فيعني عشان نكون برضو واضحين في هذه الصورة، ان بيان صدر من وزارة الخارجية يعني يعتبر فيه من عدم الوضوح، لم يقل نعم ولم يقل لا. تقييمك أنه أقرب للنعم، أقرب لمباركة الصفقة؟ لا لا، أنا لا أعتقد أنه لا يقال، يعني لا يستطيع استخدام مصطلحات مثل فلسطين الجديدة ونزع دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كما تعود النظام أن يتحدث، استخدام فكرة دعوة الفلسطينيين أو الجانبين إلى دراسة متأنية لما أعلنه دراسة يعني. ما معنى دراسة متأنية إذا كان هذا الطرف لم يكون مشترك، وهو الطرف الرئيسي في نظري؟ الإخوة الفلسطينيين طرف رئيسي في هذه المشكلة، لم يشاركوا في هذا، ورافضين الأمر، وهم رافضين الأمر. يعني إحنا مش عايزين نجرح في مواقف بعض من السياسيين الفلسطينيين الآن، لأن المشكلة التي أمامنا كعرب ليس لنا كلمة. طيب لكن أنت وليس لنا استراتيجية. طيب. قامت دولة إسرائيل على استيلاء بالأرض ونجحت. الاستراتيجية الإسرائيلية قامت على ثلاث أسس: الاستيلاء على الأرض، البقاء، التوسع، وهي تنجح الآن. ما هي استراتيجية العرب من سنة 48 إلى الآن؟ لن يستطيع أحد أن يوضح لي هذه الاستراتيجية. أعود للقاهرة أو أتحول للقاهرة، انضم إلي من هناك السيد مجدي شندي الكاتب والصحفي المصري. أستاذ مجدي أهلا بك. طيب يعني حتى انضم إلينا السيد مجدي شندي. أستاذ عبد الحميد، الموقف المصري كما يراه الأستاذ عمر إسماعيل غير واضح، يعني ما تقدرش تقول أن مصر رسميا، هنا لا نتحدث عن أي شيء غير الأسبوع الماضي، عن البيانات التي صدرت من وزارة الخارجية وعن تصريحات سامح شكري بعد غضب محمود عباس في الجامعة العربية. يعني هل يمكن أن تقول أن مصر رافضة أو داعمة لهذه الصفقة من خلال الأسبوع الماضي فقط؟ هل يمكن أن نحدد موقف؟ تاريخيا مصر كانت تتعامل مع القضية الفلسطينية وتتعامل مع المسؤولين الفلسطينيين الرسميين الممثلين لحركة فتح، سواء كان ياسر عرفات أو غيره أو محمود عباس لاحقا، بطريقة الأبوية، بمعنى أن مصر تعرف مصلحة الفلسطين أكثر من الفلسطينيين، وهذا ما اتضح في بيان وزارة الخارجية. بيان وزارة الخارجية موجه للفلسطينيين وليس للإسرائيليين، بمعنى يعني مذكور في الفقرة الثانية هذا. وترى مصر أهمية النظر للمبادرة، أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية، بما يعني أن دي فرصة يا فلسطينيين، أن دي فرصة استغلوها وبلاش تضيعوا الفرصة. يعني هذا البيان يشجع الفلسطينيين على الاستسلام ويشجع الفلسطينيين على قبول المبادرة، المبادرة حتى لو افترضنا أنها لا تعني إخراج الفلسطين من أراضيهم التاريخية. الآن هذه المبادرة تنص على أن الفلسطينيين يحصلوا على ما لا يقل عن 20% من أراضي ما قبل 67، يعني الأراضي التاريخية اللي هي نصت عليها المواثيق الدولية والقرارات مجلس الأمن ما بعد 67. الآن هذه المبادرة بتضيع عليهم وتعطيهم 20% من أراضي ما بعد 67، وبالتالي اعتقد انها تضيع لحق الفلسطين، وهذا طيب. طبعا ما جعل القياده الفلسطينيه الرسميه نفسها اللي هي كنا دائما بنتهمها بالخيانه والعمل ترفض هذه المبادره، بينما القياده المصريه تقبل المبادره وتعمل عليها وتشجعها وتدعمها بشكل مطلق. وانا اعتقد ان اكثر طرف على المستوى العربي حاليا داعم لصفقة القرن وتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية هو الطرف المصري. أنا يعني هرجع لك في النقطة دي يا أستاذ حميد، لأن الحقيقة النقطة دي يعني هناك من يرد عليا ببساطة أن مصر أكثر من ضحى من أجل الشعب الفلسطيني وأكثر من خاض حروبا، وضيفي الأستاذ عمر إسماعيل قال هذا الكلام في البداية. سأعود إليك في هذه النقطة، ولكن أتحول للقاهرة للسيد مجدي شندي الكاتب والصحفي المصري. أستاذ مجدي أهلا بك.
طيب يبدو الأستاذ مجدي لسه مش معانا. أستاذ عمر، هي نفس نقطة الخلاف، الموقف المصري هناك من يرى والأستاذ الحميد يرى أنه هو أكثر حد ضيع القضية الفلسطينية من 3/7/2013 حتى الآن، وأنت ترى أن الأمر جذور تاريخية. لا يصح إلا الصحيح. لن أسمح بأن يزايد أحد على الجيش المصري ولا الشعب المصري والتضحيات التي قام بها الشعب المصري. هو لا يتحدث لا عن الشعب ولا عن الجيش، هو كلامه واضح. كلامه واضح عن النظام. أيا كان وصفه فهو جزء من الشعب المصري، رضي البعض أو لم يرضوا. نظرتي أنا ليست بتأييد لأي شخص معين، سياستي دائما هي التأييد ما يعني يؤيده الشعب المصري عامة. الشعب المصري الآن يرى أن هناك مزايدات على الشعب المصري ومواقفه المختلفة، سواء كانت هذه مؤيدة لهذه الاتفاقية أو معارضة لها، ولكن لم أسمح بمزايدة على الجيش المصري الذي ضحى. لا لا لم يزايد ولا مزايدة على الشعب المصري وإصراره لا على الشعب ولا على الجيش. حتى كلام الأستاذ الحميد هو يتحدث عن النظام، عن المنظومة القائمة ضيعت حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هو لم يذكر لا الجيش ولا الشعب، حتى لا ندخل في أمور فرعية. لا ده شيء أساسي. إذا كان هذا النظام كما يسميه البعض هو النظام الذي رضى به الشعب المصري، من نحن حتى نرفضه؟ من نحن حتى نرفضه؟ نحن لا نؤيد أشخاص. ألا توجد معارضة؟ توجد معارضة. ألا يصح حتى لو نظام، حتى لو فرضنا أن الشعب انتخب نظام، تصح المعارضة؟ ألا يهاجم هذا النظام؟ تصح المعارضة، ولكن ليس من خارج مصر. نحن في بريطانيا أستاذ عمر، هناك من ينتقد بوريس جونسون من الولايات المتحدة وبريطانيا وله الحق في ذلك، فكرة من داخل أو من خارج مصر، يعني نحن نعيش في الخارج يا أستاذ عمر. وننتقد مصر، لكن لما مصر تهاجم من قطر ومن تركيا وهناك من يؤيد هذا ويدعوا أنهم مصريين، يعني أنا أشك في ذلك. لا يعني هذا بالتأكيد لك كامل الحق أن تشك، ولكن حق أي مواطن مصري أن يتحدث عن بلدي وعن وطني وعن نظام، لكن ليس بمزايدة على ما قام به المصريين. المزايدة محل تقييم. أنا خليني أرجع لأستاذ مجدي لأنه أخيرا انضم لنا. أستاذ مجدي شندي، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. طيب نرجع لصفقة القرن مرة تانية، لأن الموضوع هيدخل مننا كده في نقاط أخرى. صفقة القرن يا أستاذ مجدي، هل يمكنك أن توصف لي الموقف الرسمي المصري منذ إعلان ترامب وحتى هذه اللحظة؟ النظام المصري أو الدولة المصرية الآن موافقة على صفقة القرن؟ ضد صفقة القرن؟ ما هو الموقف؟ لا بالتأكيد هي ليست موافقة على صفقة القرن، وإلا ما كان يعني مر قرار رفض الصفقة في جامعة الدول العربية. تعرف أن مصر لها ثقل كبير لدى شقيقاتها العربيات، ويعني حتى كلمة وزير الخارجية المصري في أمام الجامعة أكد فيها على التمسك بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، أراضي 1967 والقدس القديمة عاصمة لها، وبالتالي أي كلام آخر باستثناء هذا يعني يعتبر من قبيل اللغو أو من قبيل الموائمة السياسية، حتى حيث أن هذا موقف مصري ثابت. وبالتالي يعني حاولت مصر توقيا لهذه الصفقة جمع الأطراف الفلسطينية على مائدة تفاوض واحدة على امتداد سنوات، وهي تزكي الآن هذا التوجه لبناء يعني قوة فلسطينية تستطيع الوقوف في وجه هذه العاصفة. طيب أنت ذكرت السلطة الفلسطينية أو القوى الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب من القاهرة أستاذ مجدي الدول العربية أن تتخذ مواقف عملية ضد صفقة القرن، هل يمكن أن تسمي لي ما هو الموقف العملي الذي اتخذه النظام المصري ضد هذه الصفقة تنفيذا لرغبة الجانب الفلسطيني؟ الموقف العملي الأول هو مسألة رفض أن تكون ضمن الصفقة أراضي مصرية. تعرف أن المخطط الأول لهذه الصفقة كان يقضي بتوسيع قطاع غزة على حساب مساحة مجاورة له من سيناء، على أن تعوض مصر بأراضٍ
في صحراء النقب. مصر رفضت هذا الخيار رفضا قاطعا، وأكدت أن الفلسطينيين لهم حقوق مشروعة ولا ينبغي أن يأتي حل القضية الفلسطينية على حساب يعني أي مساحة من الأراضي العربية. كذلك وقفت بشدة ضد مسألة توطين الفلسطينيين في خارج الأراضي العربية المحتلة خارج دولتهم، ما تزال تتمسك حتى هذه اللحظة بقرارات الشرعية الدولية، وهي قرارات شديدة الوضوح. طيب، ولكن بيان الخارجية أستاذ مجدي، عفوا على المقاطعة، بيان الخارجية المصرية لم يذكر القدس الشرقية، دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 من يونيو 67. يعني البيان تحدث عما أسماه القدس الجديدة ودعا الفلسطينيين لدراسة متأنية. هل ترى هذا تنازل عن الموقف المصري؟ لا، هذا بيان أولي. أظن أنه يعني البيان الذي صدر بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي هو أبو مازن كان واضحا شديد الوضوح، وأن أي حل ينبغي أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وقرارات الشرعية الدولية تنص على حدود 4 يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية وليس أحياء يعني على أطراف مدينة القدس للزعم بأنها هذه هي القدس. القدس الشرقية تتضمن البلدة القديمة التي يقع فيها حرم المسجد الأقصى. نعم. طيب، أعود للسيد عبد الحميد قطب مرة أخرى. سيد عبد الحميد، يعني الأستاذ عمر يرى أن هناك جزء من المزايدة على الجيش، على الشعب المصري، على نظام ارتقاه الشعب المصري، وبالتالي لا يليق أن تزايد على مصر بهذه الطريقة فيما يخص تحديدا القضية الفلسطينية التي أشرت أنت منذ قليل أن النظام المصري كان دائم الدعم لها. نعم، يعني من المفترض يعني ربما أقبل منه الاتهام إذا كنت يعني مواطن غير مصري، بل بالعكس أنا مواطن مصري، ربما كنت عشت في مصر أكثر منه، ربما يكون هو عاش في أوروبا أكثر مما عاش في مصر، فلا نزايد على أحد، يعني ما في مزايدة في هذا الأمر. نحن دائما نفرق ما بين الأنظمة والشعوب. الشعب المصري لا ينكر أي أحد أيا كان، لا فلسطيني أو غير فلسطيني، أنه ضحى من أجل القضية الفلسطينية، وربما ضحى أكثر من فلسطينيين أنفسهم، يعني هذا أمر معروف للجميع. نحن أو كل الشعب المصري، يعني أغلب الشعب المصري ضحى من أجل القضية الفلسطينية، ضحى على كل المستويات، وضحى بالمال وبالأرواح من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل أن تحيا القضية الفلسطينية. لذلك يعني إذا كنا نتحدث عن تضحية الشعب الفلسطيني، فهذا يدعونا أن احنا نتمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في سلام، حق الشعب الفلسطيني. يعني طيب أستاذ عبد الحميد، لو بنتكلم على الموقف المصري، خلينا نسألك كده بشكل واضح، يعني إيه هو الموقف اللي كنت مستنيه من النظام المصري وما حصلش تجاه صفقة القرن؟ لا، أنا يا دكتور أسامة، أنا معلوماتي الشخصية أن صفقة القرن هذه يعني معد لها ما قبل يمكن حوالي 20 سنة، وإني ما حدث في المنطقة سواء ثورات الربيع العربي أو 11 سبتمبر أو كل ذلك، هي كانت بدايات تنفيذ الفعلي، بدايات نوع من التأهيل المنطقة لتنفيذ صفقة القرن. وكل الأنظمة التي جاءت ما بعد الانقلاب وما بعد 11 وما بعد ثورات الربيع العربي هي كانت أنظمة مصنوعة على أعين إسرائيل من أجل تنفيذ هذه الصفقة، وهذا ما تحدث عنه، يعني قريبا تحدث عن هذا الأمر صائب عرائقات كبير مفوضين في الصين، قال إن صفقة القرن بكل حرف معروضة حاليا عرضت علينا من 20 سنة ورفضناها. طيب، فيما يعني أن معلش أكمل باختصار، لا تكرمت، أن بنيامين نتنياهو
يعني ربما يكون ما جرى في المنطقة يعني بعد أن رفضتها السلطة الفلسطينية يعني نوى أن هو يحدث ما حدث في المنطقة من أجل أن ينفذ هذه الصفقة لكن على كل الآن نحن يعني أنا برضو خلينا أكثر دقة الآن على المستوى المصري. هناك مستويين على المستوى المصري، هناك ربما الجيش يعبر عن موقف، وهذا يعني أنا أمر أختلف مع الجيش، لكن لا أنكر ربما تكون هناك رفض من قبل المؤسسة العسكرية، وهذا ربما يعني في إشارات كثيرة توضح أن في رفض بالفعل المؤسسة العسكرية، حتى كان في رفض للعملية العسكرية التي حدثت في سيناء. طيب. وكان الهدف منها تهجير، معلش أكمل بس يعني هذه نقطة مهمة جدا، يعني حتى العملية العسكرية اللي قام بها عبد الفتاح السيسي في سيناء من أجل بحجة محاربة الإرهاب وكان الهدف منها تهجير أكثر الفلسطينيين، رفضها الجيش يعني وتراجع عنها بشكل كبير. طيب جميل، فبالتالي في خليني أرجع للشعب المصري، لأنه أعتقد هو الأساس وهو المنوط به الحديث. يعني أستاذ عمر، قبل كده في الانتفاضة الثانية في 2000 لما شارون دخل المسجد الأقصى، على ما أتذكر يعني الجامعات المصرية هبت وانتفضت في الشوارع داخل الجامعات. الجامع الأزهر لم يكن يهدأ من الجمعة للجمعة، كان هناك يعني ضغط وزخم شعبي كبير. حتى في 2003 لما حصل احتلال العراق، مبارك سمح أنه يفتح استاد القاهرة 120,000 واحد يتظاهروا جوه الاستاد ضد الولايات المتحدة. أين الشعب المصري من القضية الفلسطينية الآن؟ لماذا لم يتظاهر؟ الشعب المصري كما يعني أردت أن أقول في البداية، رغم ما قدمه أعتقد أنه الآن في حالة من عدم الاتزان الاقتصادي. هناك مشاكل اقتصادية يريد أن يراها، يريد الشعب أن يرى حلا لها، والدخول في أي مهاترات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية مع أي من الجيران يضر بالاقتصاد المصري. الرؤية الآن في مصر على ما أراها وما أراها من خلال أصدقاء ومن خلال أهلي لي ومن خلال تعاملي مع المصريين، رغم أن أنا أعيش في أوروبا لكن يعني إحنا هنا، لكن إحنا هنا جسمانيا لكن عقليا وذهنيا لسه عايشين في مصر، فما يحدث في مصر يؤثر علي هنا كذلك. الشعب المصري الآن يرى أن حل القضية هي بيد الشعب الفلسطيني بالأكثر، ما يناسب الشعب الفلسطيني وليس الشعب المصري. الشعب المصري كما ذكرنا قدم التضحيات ما استطاع أن يقدمه. إذا كان هناك أحد آخر يستطيع أن يقدم ما لا نستطيع أن نقدمه، فالساحة أمامهم. يعني ما تريد أن تقول أن الشعب المصري ما خرجش مظاهرات لأنه خلاص مشغول بأوضاعه، أوضاعه أصبحت صعبة. طيب خلينا ننقل الصورة دي للأستاذ مجدي شندي وهو في القاهرة. أستاذ مجدي، يعني وأنت ربما شاركت في الكثير من هذه التظاهرات، وأنا ويمكن الأستاذ عبد الحميد والأستاذ عمر وكثيرين في الحقيقة على مدار سنوات طويلة كنا نخرج لنتظاهر نصرة للقضية الفلسطينية. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير هذه المرة؟ يعني بالنسبة لعواطف الشعب المصري ومشاعره تجاه القضية الفلسطينية هي لم تتغير، ولكن الظروف هي التي تغيرت. الظروف التي كانت تسمح له بأن يخرج ويتظاهر لم تعد موجودة. يعني نحن كنا نتحدث عن أو نجري مقارنة مع أيام مبارك، وأيام مبارك كانت هناك دولة مستقرة لا تتهددها الأخطار من كل ناحية، لم يكن الإرهاب بهذه البشاعة، لم يكن الاستهداف بهذا الشكل، لم تكن هناك أيضا معارضة سياسية تقيم في الخارج ولها منابر، وهناك مخاوف دائمة، هناك هاجس أمني لدى السلطات المصرية من خروج أي أعداد للتظاهر، حتى ولو كان هذا التظاهر هو بمثابة دعم للنظام. وبالتالي المصريون رأوا أن الخروج فيه مخاطرة كبيرة جدا، وربما يفتح الباب لاتهامهم باتهامات سياسية، ربما تستغل جماعات معادية للنظام هذه التظاهرات وتحاول تجنيدها لصالحها. لكن أنا أؤكد لك أن كل المصريين قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني بمؤيديهم ومعارضيهم وعلى كافة التوجهات السياسية. لأن وقت تقريبا ينتهي تماما،
نعم سؤالي نفس السؤال أسأله للأستاذ عبد الحميد قطب، وهو يعني المصريين لم يخرجوا للشوارع في الجامعات في الجامع الأزهر للتظاهر أستاذ عبد الحميد من أجل أن السلطات منعت التظاهر بكافة أشكاله وأنواعه وأسبابه، أم لأن هناك انشغال بالأزمات الاقتصادية؟ في المقدمة طبعا آلة القمع التي جرت على الشعب المصري والتي فرضت على الشعب المصري هي التي منعتهم يعني. وأنا أقول وأؤكد لك يعني عندما سكتت القاهرة وعندما سكت الشعب المصري تشجع ترامب وأعلن عن صفقته بكل شكل. هم يعلمون تماما أن مصر هي البوصلة الأساسية لكل قضايا المنطقة، هم يعلمون أن الشعب المصري هو الأساس وأن قضايا الشعب قضايا العالم العربي كله وفي المقدمة القضية الفلسطينية في كل قلب وفي وجدان كل مصري. وبالتالي عندما سكتت مصر بفعل الآلة القمعية التي فرضها الانقلاب العسكري تشجع ترامب وتشجع نتنياهو وتشجع السيسي ليقبل هذه الصفقة وتشجع محمد بن سلمان وتشجع محمد بن زايد. أنا أقول لك يا سيدي يعني أختم بالقول الضيفة في لندن يتحدث إن إحنا نترك القضية الفلسطينية للفلسطينيين. الآن أنا أقول لك وهذا يعني كلام واضح عليه، الفلسطينيين الآن على الرغم إن يعني عدم صحة هذه النظرية لأن الشعب الفلسطيني ولا الشعب الشعب تجمعنا به العروبة والإسلام، ولكن حتى هذه المسألة الآن الفلسطيني بيتحدث ويقولوا يعني سبونا في حالنا وخلونا إحنا نتفاوض مع الفلسطينيين مع الإسرائيليين ونرجع حقوقنا. الآن محمد بن سلمان مع أكمل بس الآن محمد بن سلمان ما الذي دخل محمد بن سلمان في القضية إن هو يجيب محمود عباس ويقول له أعطيك أموال من أجل تتنازل عن حقوق الفلسطينيين؟ ما الذي دخل محمد بن زايد إن هو وضع محمد دحلان بديلا لمحمود عباس إن لم يقبل محمود عباس بصفقة القضية؟ طيب وضحت الصورة أستاذ عبد الحميد. نعم وقتي انتهى تماما. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا عبد الحميد قطب الكاتب والصحفي، كنت ضيفي عبر الهاتف من الدوحة، كما أشكر ضيفي من القاهرة عبر سكايب السيد مجدي شندي الكاتب والصحفي، وأيضا الشكر موصول للأستاذ عمر إسماعيل. رغم أننا أردت أن أضيف بعض الشيء لما قاله الأخ المصري وأختم بجملة أنت قلتها والأستاذ الحميد يتحدث، المشكلة مش مشكلة مصر بس، لا المشكلة واضح أنها مشكلة العرب جميعين تجاه القضية الفلسطينية. نهاية نفذ على مصر، حتى ألقاكم الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.